الله يعلم كمية كل هاي الناس جاي عشان الطحين، آلاف من الناس. طلعوا حسبي الله ونعم الوكيل. عمرنا هيك تخيلنا غزة تصير. الناس هنا قاعدة بتموت، اللي بموت واللي بسوف واللي بخبطوه واللي برجعوه، خلص كل واحد بس بده يجيب كيس طحين لعيلته يطعم عيلته. كل واحد فيهم مستعد انه يموت، المهم يروح في كيس طحين. حسبي الله ونعم الوكيل. طلع طلع طلع